أنا موجود اليوم أسامة مدني عميد كلية الآداب جامعة المنوفية، يعني داعما لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فباسم أبناء جامعة المنوفية طلابا وعاملين وأعضاء هيئة التدريس جئنا لهذا المؤتمر الحاشد لدعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة قادمة، فكلنا معه، كلنا داعمين وكلنا على الدرب من أجل مصر جديدة، جمهورية جديدة، ومن أصل الحفاظ على هذه الدولة على مر الأزمان والتاريخ. شكرا جزيلا.